شوفوا البنات اللي تجرب هاد الوصفه راح تدمن عليها، سورتو اللي تشمها مو كانش وحده ما تسقسيكش واش راكي مدايره، اي اوسي راجلك راح يهبل عليها. ما منتي محاجه اللي تبدليها ابخي ما تجربيها. دونك تبعوا لا فيديو جوسكا لا فان، ابداو ديروا لي دي لايك، بارطاجيوها، وهيا كامل كامل تستفادوا. راني فرحانه باسكو هاد لا غوسيت اللي حمدها لكم عم بالي حتدعيوا لي، وانا دابا الهدف تاعي نحبكم تدعيوا لي دعوه مليحه، باسكو اللي تجربها راح تدمن عليها، محال تبدليها ولا تعود تقنعك حاجه اخرى. دونك حين نديروا مخمريه سبيسيال ولا غوسيت هادي، انفان لي زانغريديون اللي فيها جو سوي سيغ ما شفتهم في حتى بلاصه، باسكو ما يمدولكمش الناس لا غوسيت كومبليت، باسكو كون تخدمها هي وتبيعها ما تخرجش فيها. دونك واحد ما يقدر يمد لكم السر الكل، بصح انا رايحه نمده لكم وصدقوني ابخي ما تجربوها ما راكمش رايحين تقدروا تبدلوها اطلاقا اطلاقا. تقدروا ديروها كون بروجي وتبيعوها، حنا اصلا في الجزائر ماهيش مشهوره بزاف خاصه في الشرق، يعني كون تبداوها متاكده حين تنجحوا فيها 2000%، باسكو لودور كي تجرب تجربوها تفهموا واش راني نهضر، يعني محال رايحين تبدلوها. دونك لي زانغريديون يمكن يبانوا لكم المكونات بزاف، لكن حتى انا صراحه ما كانوش عندي كل، يعني كل مره نشري حاجه حتى لميتهم بكل. وش هو الحاجه اللي مليحه؟ لي زانغريديون دو ان ما راهمش غاليين، دو اي حاجه تشريوها هي مفيده وتقدروا تستعملوها يعني في حياتكم، يعني البرودوي هذاك يقعد لك في البخو في في لا روتين تاعك دخليه، ديجا سو سون دي برودوي كي سون فريمون اوتيل. وحاجه اخرى الا كان درتوها مشروع رايحين دخلوا سوارد وتدعيوا لي. وبالمناسبه كاين البنات اللي دخلوا داروا في دوره بيتعلموا تسويق المشاريع تاعهم، كيفاش يديروا لهم لابيب في انستغرام، كيفاش يسوقوا، كيفاش يديروا الترويج، كيفاش ينجحوا، شنو الافكار اللي تنجح، يعني دوره تعلموا بها التسويق الالكتروني. اللي دخلوا في المجموعه الاولى اللي دارت راهم نجحوا ما شاء الله عليهم، من بداو يعني نقدر نسميه فيهم. دونك الى حبيتوا زيدوا تدخلوا راهي حدير دوره جديده لو 10 نوفمبر، السعر تاعها 700000. واللي حب تدخل يا البنات اماكن محدوده، باسكو قد ما يكون لو نومبر قليل حيكون مفيد بزاف. واللي حب تسجل تتصل بيا في الانستغرام تاعي، ها هو الانستغرام، انا دلالت خير بك البنات هي حدير الدوره. وكاين بزاف اللي قالوا لي ميري كي تعاود ندخلوا كامل، يعني دوره رائعه ما شاء الله. وان شاء الله البنات اللي حيدخلوا ويديروا المشاريع تاعهم ومهتمين يعرفوا كيفاش يسوقوا، كيفاش يديروا البروجي، وش هما الحوايج اللي ما لازمش يديروهم باه تفشل لهم البروجي باه ما يخسروش، وش هما لي تكنيك اللي يبيعوا بهم، كيفاش يربحوا كامل، التسعيرات، لومبالاج، لا بيب، كلش كلش، يعني تسويفي معكم دو ان جوسكا زاد مام، حتى كيفاش بعت لقوا الفكره تاعكم اللي خدموا بها البروجي، الفا فو سويفغ. دونك سي اون فورماسيون انتيريسونت، وسيرتو اللي حابين يخدموا هاد لا غوسيت كوم بروجي، يعني جو فو انكوراج. دونك لازم اصلا بنات باش تعلموا حاجه لازم تقراو عليها باش كي تدخلوا فيها ما تخسروش، فهمتوني؟ دونك اللي حبت تتعلم تتصل بيا في الانستغرام قبل لو 1 نوفمبر، هذا هو الانستغرام تاعي، يعني اللي حابه تسجل يا البنات ما تراتيوش لوكازيون، ماشي ديما نلقاو فرصه. ادعيوا لي بك دعوه مليحه. الوغ ندخلوا في الوصفه تاعنا، وكامل نحبكم تجربوها وتبعثوا لي كيما تجربوها واش رايكم وكيفاه خرجت لكم وكلش. دونك نبداو بالمكون الاول اللي لازم يكون، شوفوا كاين مكونات تقدروا تستغناو عليهم في الوصفه، انا يعني كي نبدا نخدم بهم ونقول لكم هذا تقدروا تستغناو عليه مش تعوضوه. فو با رومبلاسي ان برودوي بان اوتر، مي اون بو اليميني كلكو برودوي، يعني قادرين تستغناو عليهم وتصلح لكم الوصفه. اول حاجه لازم تعرفوها هي لا غوسيت تاعنا يا البنات تستخدم سوغ ان بان ماري، يعني حمام مريم، ما نقدروش نحطوا المكونات فوق النار مباشره لانها تتحرق وتتفاعل. دونك اول حاجه نشعلوا النار تاعنا، نحطوا طاوه ولا فيها الماء، ونحطوا يا البنات صحن ولا اللي رايحين نخدموا فيه. الحاجه الثانيه اللي نحتاجوها، نحتاجوا ان ريسيبيون اللي يكون نظيف ومن الافضل يكون زجاجي، والحاجه اللي مهمه اكثر انه يكون معقم، يعني مام بالريسيبيون ولا الحوايج اللي تستعملوهم لازم يكونوا معقمين بالكول، باسكو لازم حيتناقلوا البكتيريا لو كان تخليوهم. دونك هاد المكون اللي حنهضر لكم عليه اساسي وما تقدروش تستغناو عليه، اللي هو لافازلين. لافازلين يا البنات نصيحتي في الفازلين كي تخدموا بها شريو الفازلين من الفارماسي الحاجه الاولى. حاجه ثانيه قولوا له تاع لي بيبي، قال عندي بيبي لابو تاعو تتقشر نحتاج فازلين، جيبوا الفازلين هادي ماشي الفازلين الخشينه، باسكو هادي التكستور تاعها سي با لا ميم كيما الاخرى، وهادي تمتص الزيوت والعطور اكثر. دونك نهزوا اول حاجه اون كونتيتي من لافازلين، انا رايحه نخدم يعني كميه صغيره فقط. دونك نحكموا اول حاجه اللي هدرت لكم عليها
لا فازلين نهزو 2 كويار، نهزو يا البنات. حندير كميه شويه بك مش كبيره بزاف. هاد النوع من لافازلين هو اللي ننصحكم به. الحاجه الثانيه البنات واللي ما نقدروش نستغناو عليها وهي السر اللي ما يمدوه لكمش كامل وكي تجربوه بدونها راح تحسوا بالفرق، يعني ما تقدروش تستغناو عليها، هي استعملوا اون كريم كوربوريل، يعني لي كوربوريل خاص بالبشره، حليب معطر بالبشره نزيدوه مع لافازلين في الاول، لازم ينزاد في الاول اولا لانه الريحه تاعو رايحه تزيد عطر خاص لافازلين باسكو لافازلين هي المكون الاساسي، ثانيا هو بعد يكون معطر و لا كومبوزيسيون شيميك تاعو فيها دي كومبوزون لي يسمحوا للبارفان باش يقعد، يعني لو بارفان لوي ميم يل فا تونور انكور بلوس. دونك الحاجه الثانيه اللي ما تستغناوش عليها، انا استعملت هذا وهو صراحه كل مره نديكوفري حاجه جديده اروع ما يكون، والبري تاعو مش غالي بزاف. هي درت هذه الغوز واش نقول لكم، مانيفيك، لازم انا لكان تاخذوا برايي استعملوا لو ميم. دونك نصوره لكم كامل، ها هو كيفاش جاي مكتوبة فيه بينك لوف وريحته وش نقول لكم مش نورمال. اصلا انا لقيت بزاف لي بارفان يعني بزاف الالوان تاعهم هذه تاع الكريم هذه، سيت اون لوسيون بارفومي، لكن ما عرفتش واش من نخير، جبت ساعه وانا نخير. دونك ريحته رائعه جدا جدا جدا، ما تصوروش كيفاه، وهو وحده كوم لوسيون بور لو كور يحكم روعه، يعني يحكم بطريقه رائعه في البشره. دونك ايماجيني وتزيدوه للوصفه تاعنا، والبري تاعو ماهوش غالي، يعني باذن الله لكن باذن الله قريبا ندير لكم مسابقه وحندير لكم هاد لي العرايس لازم تديوه معاكم باسكو كي تجربوه رايحين تدمنوا عليه، ريحته تسخف. اسمه بينك لوف اللي استعملت انا، هايل هايل هايل. دونك راح نحط اون كونتيتي منه يعني على حساب الكميه، ما انا حطيت كميه كبيره لاني حابه ريحته تدوميني. مالغي راح نزيدو دوطخ كومبوزون، بصح هذا راني اون امور معاه. الناس يديروا ليدغاتاسيون في الصباح قبل ما يرقدوا، انا كل دقيقه ندير، تلمو ريحته رائعه، ننصحكم بزاف به البنات، جربوه ورايحين تدعيو لي. ها هي الصوره تاعو كامل، دوك نعاسو لكم يتحل من تحت. ها هذا هو يشبه تاع فيكتوريا سيكريت، هايل. ها هي يعني مليح بزاف انه تحطوه قبل ما تبدا تدوب لا فازلين، يعني باش يتخلط معها بعد. دوك هي مع الدوب ريحه الفازلين اول برودوي تمتصو هو هاد لو لي، اون بليس دو سا راح يزيد يرد لا تيكستور تاع لا فازلين انكور بلو دوس، تولي خفيفه اكثر. دونك خليوهم يدوبوا مع بعضهم. في هاد الاثناء نعطي لكم المكون الثالث اللي لازم يكون حاضر اللي هو لويل دو جونسون. كاينه هادي الغاز يا البنات، اصلا الويل دو جونزون راح يمد الترطيب هو بزياده، وزيد فيه العطر وزيد فيه يبيضك، مع بالكم بلي مخدوم لي بيبي. وكاين هذا تاع لالويفيرا، انا عندي شويه من هذا وشويه من هذا، راح نخلي ندير المزيج تاعهم لاني جربت المزيج تاعهم لقيت نتيجه واو وبارفان مش نورمال جامي شميت كيفو. دونك الا كان عندكم لي دو بارفان ديروا لي دو، كما عندكمش ديروا واحد، لكن ما لقيتو يعني احترتوا واش تشريو شريو الاخضر، لانه البارفان تاعو بزاف بزاف هايل. دونك نزيدو نحطو لويل دو جونسون، هاي كمية انا راني حطيت، وكون جا وحدو برك يعني ان سول بارفان كنت ضاعفت الكمية، هكذا باش تشوفو ابوبخي قداش حطيت من هذا الورد. على بالكم تخرج لكم واحد الوصفه صدقوني رايحين توليو اوبسيدي بيها، يعني متعودوا ما اي حليب ولا اي وصفه ولا برودوي تاع الترطيب تاع البشره ما يقنعكمش كيما هذه الوصفه، كي تجربوها رايحين تفهموني ورايحين تدعيو لي وكلش كلش. او ميم طون لي في حبيت نفكركم بالكونكور اللي درته لكم واللي فيه بلان بلان دو كادو اللي هايلين، سي دي كادو اللي بزاف رايعين، وجو سي كل حيفيدوكم كيما راكم تشوفوا، سي دو ميك des produits soins, surtout des fonds de teint, des rouges à lèvres, il y a beaucoup de choses. Donc, beaucoup sans exception. Les abonnés qui aiment leur participer, c'est la meilleure bénédiction. À chaque fois, participez. Les médias de la fête, le mara, dia, le mara, jaya, c'est très facile. Les filles, rouge le talik, le moutabit, le gawara, le moussa, le vidéo, les dates, le confit à la outre, يعني, اخر vidéo, le canal.
الكلمات، هذا هو أروع العطور. تهبطوا إلى التعليقات، في التعليقات يا البنات تلقاو التعليق المثبت اللي أنا حطيته لكم، هذا هو في قناتي الثانية، الرابط المباشر لقناتي الثانية. تروحوا لقناتي الثانية، تطلعوا الفوق وين مكتوب قنوات، يعني شان من الفوق ماشي قنوات يخرج لكم، تدخلوا لقناتي الثانية تابونيوها، تلقاو الفوق وين مكتوب قنوات، تلقاو قنوات أنا يا ما بنيتهم. واش ديروا؟ تابونيوهم من الاولى للاخر ورا بعضهم في اقل من ثانيه، تابونيوهم بكل، فعلوا عندهم الجرس وخلاص. ترجعوا الفيديو العطور، تكتبوا شاركت وطبقت كل الشروط، لانه لازم تطبقوا كل الشروط. هذا ما كان يا البنات، وحظ سعيد لكم، يعني طريقه تاع المشاركه في المسابقه جدا سهله وجدا بسيطه وما تاخذش من وقتكم يا لو كان ثانيه. وهذا ما كان حظ سعيد. نرجعوا للوصفه، دونك نخليوهم يدوبوا ونزيد لكم مكون اللي لازم يكون تاني حاضر، اللي هو زيت اللوز، لانه راه يساعد في الترطيب وايضا تنعيم البشره وتفتيحها. دونك نحطوا كميه من زيت اللوز الحلو، طبعا ماشي زيت اللوز المر، كميه من الزيت. نزيدوا المكون، شوفوا البنات لو كان يبانوا لكم المكونات بزاف، اني قلت لكم ماهوش يعني لازم كامل، كاين حوايج تقدروا تستغناو عليهم، كاين حوايج من المستحيل تستغناو عليهم. دونك تبعوا بك معايا وكي تجربوها راح تعجبكم بالبزاف. حاجه يا البنات اللي هي مهمه جدا، انكم تروحوا عند العطار وتشريوا ليكستري دو بارفان، يعني العطر اللي راكم حابينه، فهمتوني؟ العطر اللي راكم حابينه تلقاوهم هكذا سونز الكول. شوفوا انا كنت لكم عندي بزاف وخلصوا لي، كل وحده بقات لي فيهم قطره، هذا باسكو سي دو بارفان بور، مش مخلط معاه الكول. انا رايحه نحط هذا اللي هو فيه عطر الياسمين، بارفان هايل، يعني فيه قطره صغيره. ولكن انا على واش مبازيه يا البنات؟ مبازيه على مسك الطهاره، ريحه المسك. وش نقول لكم، ريحه هذا ديجا هدرت لكم عليه في فيديو، بحال ريحه العرق حاشاكم تدور بكم. يعني دوك نقول لكم مام هذه الوصفه وين تحطوها، وين هما الاماكن اللي تحطوهم فيها، رايحين تشوفوا تغيير كبير في الريحه تاعكم. ما كانش لي ولي مدمن على الريحه تاعك، تولي الريحه تاعك سبيسيال، باسكو واحد ما هو داير كيفك وما شتيها في حتى بلاصه وما شموهاش من قبل، اون بليس دو سا ريحه ولا اروع. دونك نحط شويه من مسك الطهاره، باسكو يتهز هكذا وتحطوها، يتهزوا الكميه تاعو هكذا، وهو كميه صغيره بك تسافي بالغرض، ولكن انا رايحه نزيد نحط. يعني السر اللي حنمده لكم هي انه هاد الوصفه سحريه وتنحي لكم كل الروائح. اول حاجه عطروا بها شعركم، وي شعركم، ماشي من الفوق، من التحت، ماشي لاغاسين، الجذور بك اللي يقدم شعرك يدوخ في الريحه وما تروحش خلاص. سورتو كي ديروا صباح وعشيه حطوا في طوابقكم، تاني ما تدورش بكم ريحه العرق، تاني في المنطقه الحساسه تهناو من كل الروائح. وايضا تقدروا تحطوا في جسمكم بكل، يعني هذا هو لو بي تاعها، كي ديروها صباح وعشيه واحد الريحه مش نورمال، مش نورمال. الريحه نتاعو في الناس اللي ننصحكم بزاف ديروها، هي ما تقدروش تستغناو عليها باش تشموا الرائحه تاع المخمريه كيما تاع الخليج هذيك الغاليه، هو انكم تشريو مسك برائحه الزعفران. هذا رائع رائع، ماهوش المسك هذاك يا البنات اللي تم وريحته قويه، لا لا، هذا ريحته ريحه الزعفران، يعني ريحته بعد رائعه. واش نقول لكم، هذه الماركه بعد، وهذا السونتور لكن لقيتوها اروع ما يكون، دير غير 20000 وما هيش غاليه. حتى هاد لي زيكستري دو بارفان يديروا غير 20000، فهمتوني يا البنات؟ وراني رايحه نحط منهم كامل. شوفوا هاد لي بارفان راهم يا البنات كونسونطري، يعني كميه صغيره رايحه تفي بالغرض وريحه تمد لك، يعني نتيجه رائعه. وبالنسبه للمسك يا البنات، مش شرط هذا، انا ننصحكم بهذا، لكن ما لقيتوش تقدروا تخيروا يعني الرائحه اللي تحبوا، فهمتوني؟ وجربوا شموا، لكن لقيتوا عطر واحد اخر عجبكم ديروه، بصح متاكده كي تشموا هذا مش حين تبدلوه. حطوا كميه منه كيما شفتوا، نحاولوا نخلطوا المزيج مليح مع بعض كيما راكم تشوفوا هكذا. حتى هنا يا البنات الوصفه تقدروا تقولوا راهي كامله، نستناوها تذوب مليح برك، ولكن لازم مع الذوب بعد يا البنات، مع الذوب وهي هكاك خليط نحطوها قبل ما تبدا تجمد في الغيسيبيون. لكن انا عندي واحد المكونات نحب نزيدهم، وانتم احرار تزيدوهم ولا لا. لا انا لاحظت انه كي نزيدهم نتحصل على روائح مش نورمال، والريحه والله العظيم ما تروح منكم ابدا، يعني خلاص اطلاقا، ولا اغلى الماركه تاع لي بارفان. انا نزيد زيت الورد يا البنات،
هذا اختياري، تحبوا تزيدوه تحبوا ما تزيدوهش، فهمتوني؟ دونك طبعا تبقى لكم اختيار. وهذه هي الماركه اللي نستعملها في زيت الورد. زيت الورد اصلا هو رائحته نديروه للتعطير المنطقه الحساسه، وأض ايضا للترطيب وايضا للتبييض. دونك نحط كميه من زيت الورد كما راكم تشوفوا. ديجا البشره تاعكم بعد ما تستعملوا هذا زيت الورد راح تلاحظوا تغيير رهيب، فهمتوني؟ رهيب جدا في البشره تاعكم. بعد ما نزيد زيت الورد نزيد ماء الورد، بعد ماء الورد الطبيعي ولا مقطر البنات، ماشي ماء الورد الكوزمتيك. نزيد بضع رشات برك كما راكم تشوفوا هكذاك. شوفوا الكيل كيما تحبوا، الحاجه اللي تحبوها ريحتها تطغى زيدوها اكثر كما راكم تشوفوا. وهذه الحاجه الاخيره نصحت بها العرايس بزاف اللي عندها الامكانيات تشري الويل ساش تاع نوكس، راهي اروع من الروعه. تقدروا تستعملوها لشعركم لوجهكم والبشره تاعكم، باسكو هاي مكتوبه فيس بودي اند هير، مام للجسم. انا صراحه باسكو غاليه نستخدمها لوجهي برك، يديا ما نستخدمهاش لوكور وشويه شعري تعطر وتمدر. ويل ساش ماهيش زيت يعني طبيعي. دونك هذه العرايس اللي عندهم الامكانيات اشري، واللي ما قدرتش تشري لا شتا القرعه الصغيره مش هذه الكبيره وهي تقعد لكم بزاف، ولا كان ما قدرتوش هذه ماهيش لازمه في الوصفه. يعني بصح كي تزيدوا ديروا كل المكونات اللي هدرت عليهم انا، العطر اللي يخرج لكم مستحيل تلقوه في حتى مكان، وما المكونات اللي شريتوهم هادو بكل يقعدوا لكم تستفادوا منهم. دونك راح نحط شويه الويل ساش. قلنا يا البنات مكون اخر اللي هذا ما تقدروش تستغناو عليه لانه ضروري جدا، وهو واش يدير يا البنات؟ يسمح لنا الوصفه ان نقدروا نخبيوها مده طويله، ويزيد من التبييض والترطيب اللي هو لا فيتامين او هدرت لكم عليها. ها هي البنات فيتامين او تلقاوها في الفارماسي، البخي تاعها يدير 20 ألف. حطوا من كبسوله الى 3 لا اكثر يعني بزاف. انا رايحه نحط غير كبسوله واحده على خاطر على بالي ما رانيش رايحه نطول فيه، راح نستعمله يعني ديريكتومون، ما رانيش رايحه نخبيها. دونك البنات الكبسوله تاع لا فيتامين او كيما تستعملوها هي بعد باش يعني تفقعوها وتحلوا الوحده تاعها، افقعوها بحاجه تكون معقمه مثلا نقابيه ولا مساك يكون ديجا عقمتوه بالالكول كيما هدرت لكم. نفرغ الكميه تاع الكبسوله، ها هي الكبسوله كي تفرغت ولي هكا ديال القشور. دونك حتى هنا يا البنات الوصفه تاعنا راهي تقريبا جاهزه، والرائحه واش نقول لكم بيتي ريحتها مش نورمال، رائحه رائعه جدا. لازم يذوبوا المكونات وتخلطوهم مليح مليح مع بعضهم ليكيد، وما تخليوهاش تغلي، لازم فقط يذوبوا المكونات مع بعضهم، يعني رايحه يعني تبخروا هذوك الزيوت فقط تذوب برك يا البنات، ما تخليوهاش تغلي. الرائحة ما نقدرش نحكي لكم. شتو المخمرية اللي تباع في الخليج وفي الدول في دول الامارات وهذيك، هذيك الرائحة اللي يبيعوها بزاف بزاف غالية والسعر تاعها بزاف غالي، رايحة تكون الرائحة كيفها ولا احسن تقدروا تقولوا. اون بليس دو سا لي برودوي كامل ما فيهم لا مواد حافظة لا والو، كامل طبيعية وكامل خدمتوها بيدكم، يعني متأكدين من الجودة تاعها، وصراحة ما كانش اروع من هكذا. الا حبيتوا يا البنات تلونوها زيدوا شويه مثلا من الفاغا بوبيغ اللون اللي راكم حابين، راح نزيد شويه بنفسجي، انا نحب اللون البنفسجي. هذه اختياريه يا البنات، تقدروا تخليوا اللون، تقدروا تخليوا اللون ابيض طبيعي عادي جدا. البنات تكون الوصفه بدات تجمد يعني صايي دابو، هذا هو الحد الاخير، نحكموا نفرغوهم عندكم بك البنات تحرقوا، نفرغوها ديراكتومون في الغيسيبيون تاعنا كيما راكم تشوف. فوالا في ها هي الوصفه كيفاش كملت، نتيجتها ولا اروع ما نحكي لكمش. خليها الساعه هكذا ما تغطيوهاش بالقفال حتى تجمد فريمون. حبيت بك نعاود نفهمكم مباشره المواد اللي لازم تكون حاضره وحاضره بقوه في الوصفه، اللي هي اول حاجه لافازلين يا البنات، ثاني حاجه هو العطر هي لوسيون كوربوغال، ننصحكم بكثره تجربوا هذه، ديروا عليها كابتور باش تلقاوها وردوا لي بالخبر، على بالي وحده بدون الوصفه راح يعجبكم بالبزاف. زيت جونسون العطر اللي حبيتو انا كانوا عندي متوفرين الزوج، قلت لكم واحد منهم. ثالث حاجه اللي ما تقدروش تستغناو عليها اللي هي يا البنات لا
فيتامين او باسكو نحتاجوها باش نحتفظوا بالوصفه. حاجه اخرى يا البنات اللي هي زيت اللوز الحلو. حبيت دير مسك الطهاره ولا حبيت دير ان اكستري دو بارفان سبيسيال لازم يكون هو مسك اللي حبيته ومن المستحسن مسك الزعفران وفقط. اما المواد الاخرى اللي هدرت عليها تقدروا تستغناو عليها. نتمنى تجربوا الوصفه يا البنات وما تتهاونوش باش تجربوها خاصه اذا كنتي عروسه ومازال ما روحتيش. هذه افضل مرطب للجسم والشعر والبشره اللي تقدري تديه احسن من كل الماركات. واذا كنتي مزوجه جربيها وشوفي الفرق في علاقتك الزوجيه. وما تنساوش يا البنات اللي حابين يديروا مشاريعهم الخاصه ويستعملوا هذه الوصفه كمشروع خاص ننصحكم تتعلموا كيفاش تدخلوا في مشروع بها ما تخسروش. خليت لكم انستغرامي ننصحكم بشده تستفيدوا من الفرصه. وحد سعيد للجميع. بارتاجيو الوصفه ادعيولي معكم وخديولي دي كومونتير.